دابا هو علاش كيضرب؟ كيضرب باغي يستقطب دوك المحسنين اللي كاين عدد الناس عاد ديال الناس ديال مربوحه ودوك خانات الاخرين، باغي يستقطبهم عنده بطريقته الخاصه وصار يعدوا في البلاد فساد. اهلا وسهلا متتبعين جريده الوانكم من جديد مع مع خالد اب ايه اللي كانت معروفه المرحومه ايه الا مشات دابا في عيدات المفقود مشات عند الله عز وجل. بغينا نسولوك على المعاناه ديالها وهادشي اللي عشتي معاها طيله هاد الزمان هادي والصراعات اللي كنا كنشوفوك في مواقع التواصل الاجتماعي كتسارع من اجلها في الجود والكرم. استاذي انا الامور كلها كانت عندي ما عنديش غرام المشكل الا اشكاليه وحده مع واحد النصاب جمعاوي هو المشكل الكبير واللي طرح لي مشكل في حياتي مع البنيه ولا حرف المسار الطبي ديال الدريه. الله ياخذ في الحق. كنعاود نكررها قدام هاد الاموات هما كيسمعوا فيا وقدر حنا غدا نلتحق بهم. كنعاود نكرر ما نسمحش لا في الدنيا ولا الاخره لان كان هو السبب في تحريف المسار ديال البنيه حتى غتوفى بهذا الشكل بحال هكا بهذا الموت بحال هكا اللي كان هو السبب ديالها وما غنسمحش ليه بالرغم من القضاء راه نصفني وعطاني واحد الغرامه ودوز واحد المده سجنيه ولكن من داك الشيء اللي لداخل باقي ما بردش فيه. كنا كنسمعوا في منابر اعلاميه عندك علاقه مع ناس اعداء ديالو ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي وكنا كانوا تيقولوا هما باللي نتايا كتكذب عليهم وجابوا شي يعني شي مسائل اللي كتضبط ديال الفلوس. كيفاش في السؤال دابا غادي نعطيك اقرب مثال ربما انا حطني في المثل حطني في الناس ديال سيدي عدي هذيك السيده ديال سيدي عدي اللي هي والابناء ديالها تيتبلات عليه تيكذبات عليه نتايا تي ربما كذبات عليه لي شارب راه كاين فيديوهات راه شافوا الراي العام كله شافوا انا كاين فيديوهات كيشهدوا على ان كيقول لها بحرف اللسان يقول الاب ديالهم سير دير لا ديال لولادك وانا نخلصو ليك حرم عليه ولادو حرم عليه الزوجه ديالو حرم عليه غيبقاو يعانيو من الاشكال افي حياتهم افي من هذا المنبر ديالكم من هذا المنبر ديال الوانكم كنطالب السلطه المحليه ولا السلطه التنفيذيه ولا اعلى سلطه عندنا في البلاد كناشد السي الحموشي انه يا اخي ما كاين ماشي انا بنتي راه ماتت اللي عطى الله عطاه بنتي ماتت اللي عطى الله عطاه لبنتي دفنتها هي ماتت الحمد لله على كل حال بنتي ماتت والله يرحمها الله يرحمها. كنشوف هاد الناس اللي باقيين احياء شنو كيطرى لهم من هذا السيد هاد التعرض هاد المسائل المشينه اللي كيتعرض لها من طرف هذا السيد هذا اللي كيحس براسو انه فاعل جمعاوي هو لا علاقه بينه وبين الجمعيه والغريب في الامر انا كيحمل الجمعيه ما يسمى جمعيه ملكيه كيلوت الاسم ديال الملك كيلوت الاسم ديال صاحب جلاله بكا ما عمرنا حنا شهدنا لصاحب جلاله ان كاين خاص يجي مواطن من المواطن ديالو كاع المواطن عندهم المغاربه كلهم سواسيه واكبر دليل على هضرتي هو الخطاب الاخر ديال المسيره شنو قال فيه كيفاش كيخاطب الشعب المغربي وكيفاش عبر على بعد على كافه المسائل وكان خطاب في محله هذا السيد ما هو الا مشوه كيخدم ايديولوجيات خارجية وكيدخل اجندات خارجيه كيخدمها وكيدخل ايديولوجيات للبلاد اللي حنا ما ديناش عليها عمرنا عرفناها. كنطلب من المسؤول وخصوصا من السي الحموشي المعروف بالمشهود اللي بالنزاهه ديالو انه يا اخي ماشي حقي انا حقي انا خديته من المحكمه عطاني القضاء حقي. هاد الناس الاخرين اللي باقي كيتبلى عليهم طريقته وكينصب عليهم طريقته كاين بعض القنوات المريقيه اللي كتأيدوا على هاد المسائل اللي كيقوم بها ما هو الا نصاب محتال محترف بروفيسيونيل. ربما اللي كنعرف انا الفاعل الجوع الفاعل الجمعوي راه كيتحلى بواحد الخصال بالخصال الحميده. ما هذا هذا ماشي فاعل جمعوي هذا فاسق فاسق من البرومي كلاس كاع المبيقات ديال الدنيا مجموعه فيه وكيدعى ما هو الا بيع عشر راي كيبيع عشري في الحالات المرضيه بيع عشر راي كيبيع عشري في الحالات المرضيه المغربيه وكما قلت لك كيصدر اجندات خارجيه بعد الدول المعاديه كيصدر عليه بطريقته واش راه معروف عليه معروف عليه انك تصدر اجندات خارجيه وعندي ايديولوجيه كما قلت لكم ايديولوجيه داخله على المغاربه كيدخل فيها المغاربه عندنا كما قلت لك ولا وريتكم المثال ربما انا مثال ما كنتش سميت المحل ربما كنا او كذبت هاد السيد تو ديال سيدي عدي ولا الضحايا الاخرين تا هما كذبوا ربما انا كذبت انا كذاب ربما انا استغليته وبغي ندير شعور ولكن هاد الناس الاخرين تا هما كذبوا هاد الناس هما الاخرين تما كذبوا لا يعقل. شنو هو المشكل ديال سيدي انا حاولت تقربني من المشكل اللي وقع. المشكل ديال سيدي عدي ناض واحد شي ناس تما في سيدي عدي معروفين قناه محبوبه ومن بعد القنوات الاخرين اللي عندهم صيع اعلامي كبير بغى يسيطر عليهم هو بطريقته ويدخل هو اللي بغى يبان في الصوره هو الكبير. دابا هو علاش كيضرب باغي يستقطب دوك المحسنين اللي كاين عدد الناس عاد ديال الناس ديال مربوحه ودوك القنوات الاخرين بغى يستقطبهم عنده بطريقته الخاصه وصار يعدوا في البلاد فساد وصار يستعبدوا العباد ويدلوا العباد. ومن هذا المنبر ديالكم استاذ كنناشد كنعاود نكررها انا ما كاينش ما غنناشد السي الحموشي المسؤول على الامن البلاد كنناشدوا انه ياخذ حالة السيد بعين الاعتبار. هالسيد راه طغى وتجبر في البلاد وكنتمنى من الله ياخذ فيه الحق وشكرا لكم.